أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منحييكم عبر صوت لبنان بحلقة من برنامج نقطة على السطر. رح نحكي فيها عن دولارات، المطالبة بدولارات قوارير الغاز وأيضا المحروقات على محطات البنزين. الصرخات طالعة، هلأ بدنا نعرف ليش وكيف ومين المستفيد اليوم من هالموضوع، مع أنه عم تطلع جداول مرتين ثلاث مرات بالنهار. وشو رأي وزارة الطاقة؟ هذا الموضوع طبعا رح يكون ضيفنا فيه أمين سر الإعلام بنقابة موزعي الغاز جان حاتم. على كل حال رح ينضم لنا كمان معنيين بهالقطاع من أصحاب المحطات. أما الملف هو عن صناديق التعاضد. الحركة التعاضدية كيفها بلبنان؟ ماشي مثل ما القوانين لازم تمشي؟ ماذا عن الملفات بالقضاء اللبناني؟ ماذا عن الصناديق التعاضد المتعثرة اليوم؟ شو ارتدادات اللي ضامنين حالهم بهالصناديق؟ اليوم هالصناديق لا تبغي الربح، مع أنه عم نشوف ربح عند بعض الصناديق. شو صار بوزارة الزراعة مع بعض الصناديق وغيرها؟ هالعناوين مع رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية بلبنان غسان دور، رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الصحي الاجتماعي الأب جورج صار. قبل ما نبتدي اليوم بهالملفين، اللي ريتنا اللي كان لبقلة العز انعدمت من قبل السماسرة ولصوص المصارف وقائدهم، مش مستبعد اشراك مافيات الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. نعم، منوعة طوابير ذل هون ومنخفع وعيد اقفال وتهديد. بيقولوا العز للرز والبرغل شرق حاله، نحن بلبنان العز للدولار والليرة انعدمت بالرصاص وأيضا صايرة ذليلة مهزومة حاملة عارها وعم تتلطى من أعين الصرافين. هيدا عم ينبذها والتاني عم بيحتقرها، وكلهم خطاياهم عم يرموها بأحجارهم عليها. وبظل الفلتين الحاصل على كل المستويات كل شيء وارد. يعني مافيا اليوم ما فينا ننفي مافيا دور عصابات المال المعروفين إلا من قبل الجهات السياسية اليوم، وأيضا أوكار المتفلتة بصيارفتها ومصارفها والمنتشرين بكل الشوارع لشفط الأموال من دون رادع، عم بتديرن لعبة التدمير من الغرف السوداء. بدنا نقول بكل بساطة، والسؤال هل الفلتين مطلوب بجمهورية اليوم عم تشهد حفلة جنون؟ نحن عايشين بمسرحية كوميدية وعصفورية. آخ يا هالجمهورية. أهلا وسهلا بضيفنا أمين سر الإعلام بنقابة موزعي الغاز جان حاتم، يعطيك ألف عافية. شو الاجتماع مبارح اجتمعتوا عم بتطالبوا بدولارة سعر الغاز بلبنان وفشلتوا، ليش؟ نحن إذا عم نطالب بدولارة يعني مش معناتها أنه عم نفرض فرض على المستهلك أنه يدفع بالدولار. نحن عم نترك له الخيار له يا يدفع بالدولار أو يدفع بحسب سعر الموازي باللبناني. يعني نحن عم نطالب بإمكانية تسعير بالدولار، يطلع جدول يعني اعتماد مؤشر أو جدول سعر بالدولار أو موازيها حسب سعر الصرف تقلو بيت سعر الصرف اللبناني. نعم، هذه كل اللي عم طالب فيه. بس انه الوزاره ما عم تقدر تلحق جدول الجدولين وثلاث جداول واربع جداول، هودي ما راح يفيدونا. نحن عم ننزل على السوق الساعه 7، عم نعتمد على الجدول طبعا نهار يعني قبل بنهار اللي بيطلع الساعه 4. الساعه 4 بكون راح مفعوله لتاني يوم، في اكثر من طب ممكن يتراجع الساعه. مزبوط، ممكن يتراجع السعر بتكونوا مثل ربحانين اليوم. مثل اليوم هي مسعره الوزاره على 114 سعر الصرف، ايه هيك صار 108 بالليل. مزبوط، وبعدهم هلا عم بيبيعوا المحطات على 114. مزبوط، هلا الدكانجي ما بيبيعي ما بياخذ منك، بيقول لك انا تطلع الجدول تطلع الجدول انا شو فادني الجدول؟ مشان هيك تنعمل استقرار، والدكانجي عم بيبيعها كمان سوق سوداء هو كمان، بيقول لك الوزاره مثل بس بتقول وزاره الاقتصاد لا مش عم تنبيع، انه يعني هي عم تعمل دورياتها مش عم تنبيع على السوق السوداء. فالت الملا نهائيا، كل دكان عم يبيع شيء، كل محل تجاري عم يبيع شيء. اول امبارح وصلت انيه الغاز مليونين ليره. طب اذا انتم مش متفقين؟ نحن متفقين، نحن انه متفقين انه تنعمل على الدولار. للاسف امبارح ما اخذوا قرار انه تنعمل على الدولار، ما اخذوا قرار. طيب وزاره الطاقه اكثر من مره طلبتوها، والوزير بيقول لا ما بدي دولار
طب يعني عنده حال ثاني، عنده حال ثاني اذا ما بده يدولر. هو هو الجدول كله بالدولار، كله هذا الجدول كله بالدولار من فوق لتحت اخر شيء على السعر الموازي. طب ليش وزير الاقتصاد هيك عنده الدولار ماشي حاله ووزير الطاقه ما بده يدولر؟ عم نحكي انا نحن اللبنانيه ما بنحب الدولره لانه نحن بنقبض باللبناني، يعني بعد الاكثريه اللبنانيه القطاع العام ذوي الدخل المحدود اللي قاعدين ببيوتهم يعني عال. فاذا بيجي يعملنا اياها على اللبناني كلها سوا من فوق لتحت، يجي يعمل على اللبناني كلها يعني سوا مثلنا من المستورد للتعبئه، يعني عنوان شعاركم مثلنا مثل غيرنا ابدا. يا اذا بهمه امر المواطن معالي الوزير وبهمه انه القطاع يضل ماشي، يا كله يكون على الدولار يا كله يكون على اللبناني. طيب انا رح كمل معك عن الغاز بس نشوف اصحاب المحطات. امين سر الالام من نقابه موزعي الغاز جان حاتم رح نتابع، بس هلا كمان رح نستقبل امين سر نقابه اصحاب محطات المحروقات بلبنان حسن جعفر. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير اليك ولمستمعينك الكرام. شو صار بالاجتماع امبارح؟ على ما يبدو وزير الطاقة ما انه موافق يعني على الدولرة. والله يا ستنا مثل ما قال زميلنا السيد جان، ونحن مش موافقين، يسعروا لنا من 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 فوق لتحت ونحن قبلانين باللبنان. شو يعني من فوق لتحت؟ يعني يعني قبل الشيء سلبونا نحن بال من الشركات بالتسعير اللبناني مثل ما كان من كم سنة ايام الدعم، ونحن ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع، ما عندنا اي مشكلة. بس نحن ساتلي كانت هذه الامور كليه، نحن دابرة اسملنا، نحن ما بدنا نبلش نفتح الحديث معك بالنق، يعني نحن شارين مع المواطنين وقلبنا على المواطنين وقلبنا على حالنا نحن كمان حتى نقدر نستمر. ستنا اللي صار من يومين قبل الاجتماع اللي صار من يومين كانت مجزره بحق هذا القطاع بشكل عام. نحن ستنا ساتلي سعروا لنا ب 129,000، ما بدي انا حقول لك هلا انه تسعير. بس حضرتك انت وعم تحكيني المحطات عم بتبيع على 114,000 وتراجع سعر الصرف لل 108,000. طب هاي ليش حاسبينها؟ ليه ما بتحسبوها؟ لا نحن بنحسبها، ما نحن المشكل انه اللي ما بيعرفوا المواطن وحضرتكم يعني اللي مع اللي يعني كيف اذا انتم اذا ما طلع الجدول بتراجعوا السعر عندكم؟ بتراجع هذا سعر الجدول امبارح عمل 109، هو عمل بالليل، عرفتي كيف؟ ايه؟ هذا طيب ما نحن اساسا نحن بكل الحالات نحن ما عم نقول نحن يعملوا لنا جدول منصف بحقنا ونحن ما عندنا مشكلة. ما بيعملوا لكم ثلاث جداول بالنهار مش جدول واحد. بس مش منصفين ستنا. ليه مش منصفين؟ هن عندهم الابلكيشن ما بعرف منين جايبينها، يعني من ايام ابو ملحم ما تاخذيني بهالتعبير. شو يعني يعني كيف بيحسبوا وبيطرحوا وبيجمعوا؟ صحيح صحيح، يعني بتوافق على هالكلام هذا؟ اساسا المنصة اللي هو جدول تركيب السعر المعتمد على منصة منها شرعية. ليش مش شرعية؟ عيا سوق سوداء. هذا ما انت بعدك عم تحكي انه مافيات وما مافيات، طب انه الجدول اساسا ما انه شرعي لانه عم يعتمد على سعر صيرفه ما انه شرعي. بده يعطينا سعر صيرفه مزبوط يكون الجدول مزبوط، يتفضل يعطينا على الدولار هلا ليه صيرفه 90,000 يعطينا على سعر 90,000 هلا ده عم يعطيكم على 70 على سعر السوق السوداء. نحن ما عم ناخذ صيرفه، نحن ما بحق لنا ناخذ. طيب شو مطالبكم اصحاب المحطات؟ لا قبل مطالبنا نحن بدنا نوضح للرأي العام شو اللي عم بيصير. شو اللي عم بيصير؟ ساتل عم بيكون عم بيعملوا لنا جدول تركيب أسعار، مثلا عم بيكون الابليكيشن 108-110 مثلا، ايه؟ بيروحوا هنا معنا لل 108. طيب 108 نحن 110 اصلا ما حصلنا عليها، بنروح لعند السراب بده 115 اذا بعنا او 113، ما هون في خلل اساسا. ساتل هنا بيحطوا اذا هي 108-110 يحطوا لنا 110، ولا ورحنا لعند السراب 112-113 نتحملها لا يطلع جدول ثاني بعد الظهر. نحن ما عندنا اي مشكل، بس المشكله انه هن من اول ما عم يطلعوا الجدول عم يظلمونا بالتسعيره، يعني نحن عم نبلش خسائر من اول ما يطلع الجدول من الصبح. بس مش دائما بتخسروا، مش دائما بتخسر، لما بيتراجع سعر الصرف ما بتكونوا خسرانين. لك يا ستنا والله مجزره من يومين وسبت ومش اسبوع 10 ايام ما جاز صار. نحن امبارح اولت امبارح نحن خسرانين بحدود ال 6 دولار تانك البنزين، سعروا لنا على 129 طلع على 143، سعروا لنا رجع بعد الظهر على 115. يعني نحن كنا حطينا بكل تانكة بنزين من يومين 6 دولار خسائر، مين بيتحملها هيدي؟ هذا القطاع الحيوي اللي بعده ماشي بالبلد، اللي بعده عم بيفوت ضرائب بظل الوزارات هلا اللي كلها قافله، عم بيفوت ضرائب للدوله، ليش بدهم يقضوا عليه؟ ليه بدهم يقضوا عليه؟ نحن ما بنطلب شيء. الاجتماع اللي صار امبارح برضا الجميع وبالتداول اللي صار بيناتنا كلياتنا سوا
ومع الاستاذ مارون الشماس وكانت وسائل الاعلام موجوده، ما طلعنا بحلين ما في غيرهم. شو منصه يعني انشاء منصه بتتبدل عبر اسعار المحروقات؟ صحيح. يعني انا كمواطن بدي اروح عبي على المحطه، بدي اطلع على المنصه، ممكن يشبو 20 30 الف مثل ما صار، يعني بدفع لك على 30 الف؟ طب نحن شو ذنبنا بهذا الموضوع ستنا؟ نحن عم نطلع سعر الدولار أو بس انتم مش بوقتها على طول بتشتروا المحروقات بوقتها، يمكن تكونوا شاريين وتراجعت بنفس النهار 35 الف 40 الف، يعني بيكون اللبناني دفع على ال 140 الف وبعد ساعة تراجع على ال 115 الف؟ طب كمان شو ذنب اللبناني؟ عمل 140 الف وتراجع على 115، نحن ما اشترينا ب 140 الف؟ احنا اذا نزل الدولار عم صدقيني عم نكبد خسائر، واذا طلع الدولار عم نكبد خسائر صدقيني. شو يعني تخصيص ماكينات تتبيع بالدولار واخرى بالليره اللبنانيه؟ يعني انا وعلى المحطه طلع الدولار بس بدفع دولار، ما طلع الدولار بدفع على اللبناني. نحن قبل شيء بدي اقول لك شغله، نحن بالاجتماع اللي صار نحن عم نشتغل تحت ظل القانون، نحن ما بنخرق القانون، نحن جينا قلنا خلي فعلوا لنا هالابليكيشن اللي موجوده. شو بعدهم بيعملوا لنا ابليكيشن؟ بعدهم هن بيطلعوا لنا السعر على الورق والقلم وبنرسم بيته من لونه كيف بيقولوا، وين بعدها هيدي المنصه الابليكيشن جاهزه، يعني صار كبسه زربه بتمشي، ليه هن بعدهم موقفينها؟ هي نحن صرنا شغلتين ما في غيرهم، كان الاجتماع كليته سوا انه الابليكيشن تتفعل بطريقه مثل ما حضرتك قلتي، انه كل ما بيطلع بجن سعر الدولار فق ال 1000 ليره، نحن ما عم نقول فق ال 1000 1500 ليره، انه ينزلوا هالسعر، بينزل تحت ال 1000 1500 ينزلوا هالسعر، نحن ما عندنا اي مشكله، نحن مثل ما عم نطالب بطلوع عم نطالب نزول، عم نطالب نزول، ما في احلى من الحق، نحن ما عم نقول بدنا نربح بدنا نربح، لا لا بالعكس يمشونا بهيدي بس لهلا وزير الطاقة منه موافق. وزير الطاقة أنا ستنا وزير الطاقة بيصرح مبارح بيقول مثل ما كان مصرح قبل بفترة إنه أنا مستعد أعمل لهم كذا جدول خلال اليوم، ايه؟ كذا جدول خلال اليوم. عاد أنا أول تبارح بسمع تصريح لحضرته بيقول إنه أنا مستعد أعمل لهم كذا جدول خلال اليوم، ممتاز جدا، نحن هذا طلبنا، نحن ما قلنا هلأ بدنا نروح نبيع بالدولار بكل صراحة. نعم نحن عم نقول هالأبليكيشن فعلوها شغلوها واعطونا كذا سعر خلال اليوم، هذا مطلبنا. نعم شكرا لك امين. بس انا بدي اقول لك شغله، نحن يعني هلا معالي الوزير سمع بهول الاجتماعات كلياتها بالتصاريح والى اخره، هلا معالي الوزير يعني على ما اظن بيوصل التنين بالليل، قرب سفرته، كان هو على اساس بيدريجي اخر الاسبوع، هلا هو حضرته معالي طالب اجتماع منا لحتى يحكي بالابلكيشن انه بده يفعلها وانه يصير يعملنا سعر كذا مره باليوم. نحن بالمبدا ونحن ما عندنا اي مشكله، نحن مش حابين نروح للدولار بصراحه، ولا حابين نحط بمحطاتنا ما كان مسعره على الدولار وما كان مسعره على اللبناني بصراحه، نحن مش حابين هاي الشغله لنكون صريحين، ولا بدنا نخرق القانون لانه بتعرفي هيدي فيها مسؤوليه وبدها قانون. نحن ما بدنا نكمل مع معالي للاخر ومع دوله الرئيس لنشوف شو بيصير، وكمان نحن امبارح عملنا زياره ل معالي وزير الاقتصاد حتى نبي الجو، وقال موافق وزير الاقتصاد بلش بالسلعة، يعني بالسلعة الحياتية. طيب ما هي نشهد يعني هي صحيح أخذت صدى سلبي بالأول وبتعرفي بس أبدا يعني ما أنا ماشي عند المواطن وعليه يعني لأنه المراقبة غايبة على كل حال. لما بيكون في مراقبة بيكون كل شيء ظابط، بس بما أنه المراقبة غايبة ما في شيء عم يزبط. أمين سر الإعلام اليوم، أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات بلبنان حسن جعفر، بشكرك وبرجع لجان حاتم. يعني اليوم أنتو مثلكم مثل لأنه جدول بنفس الشيء مزبوط. هلأ بالنسبة لزميلنا خلينا حسن أنه هو عم يحكي على الابليكيشن، نحن الابليكيشن ما بتفيدنا. ليه؟ لأنه أنا شوفير وقت ينزل الساعة 7 أنا كيف بدي أعطي؟ بعطي الأشرفية بسعر، بعد ساعة بعطي سن الفيل بسعر، بعطي المزرعة بسعر، طب كيف؟ شو اللي بيفيدكم أنتم؟ اللي بيفيدنا أنه تتوحد السعر على كل لبنان، يا باللبناني يا بالدولار، يا يطلعنا يا طب هلأ على كل حال مين عم يقبض بالدولار؟ الشركات؟ الشركات هي عم تقبض وعم بتسلمكم بالدولار، نحن عم ندفع بالدولار وعم يبيع نحن باللبناني للدكانجي والدكانجي عم بيبيع يا بالدولار يا باللبناني.
ابدا، بس ما عندنا معلومات انه هلا يعني عم ببيع. انا معلوماتي انا ايه؟ على الارض نحن بنعرف بالسوق وبنعرف يعني شو عم بيصير. عم ببيع يا بالدولار يا باللبناني، نحن جعلتنا رايحه فرق عمله طيب. بين الصراف وبين الدكانجي. طب من هيك مشان هيك بتقول انه فشل الاجتماع امبارح؟ لانه انا بعتبر فشل لانه نحن كلنا صوتنا انه تنعمل على الدولار. مين اللي ما صوت؟ الاغلبيه 90% من الموجودين. مين يعني الشركات؟ الشركات شفرت مع الشركات، الشركات هي عم تقبض دولار، ما لنا خسرانه بشيء. نحن اللي عم ناكل قتله، نحن اصحاب المحطات اصحاب المحطات نحن عم ناكل قتله وموزعين الغاز. الدكاجي مش متاثر، عم بحط على القنينه 100 و150 الف وماشي ما عنده مشكله. نحن عم بيروح جعلتنا فرق عمله، نحن عم نناشد معالي الوزير. الابلكيشن ما لنا راح تفيدنا شيء، نحن راح تسبب ضياع عند المستهلك وهذا الموضوع بالسعر الرسمي. هذا راح يسببها هذا الابلكيشن، يعني كل ساعه يطلع او كل ساعتين يطلع جدول. انا هلا اساليني امبارح شو الجدول بقول لك نسيت. طب هلا توجه وزير الطاقه انه يطلع اكثر من جدول بالنهار بما يناسب الوضع القائم، انت شو ردك على هالكلام؟ يا ما يا ست نوال، انا اذا طلع جدول الساعه 1 ما الشركه بتسكر الساعه 1 والموزعين وقفوا. طب انا شو بده يفيدني 1 و2 و3 و4 و5؟ طب شو بده يعمل؟ بده يعمل جدول للغاز وجدول للبنزين وجدول. نحن الحل هو انه ما وجدوا الحل هو وزير الاقتصاد انه كل السلع بقضيه السوبر ماركت انه ينبيعوا بسعر رسمي حتى رب. بس هيدا مخالفه للقانون. طيب هو نحن عم نخالف القوانين، وين اللي ريتنا يا استاذ؟ نحن معه اذا فاز يعملها لبناني كله. انه انا اتصال، مين معي؟ صباح الخير. يا هلا. بس سؤال للاستاذ اللي عم يحكي، انت كل يوم بتعبي غاز ولا بتجيب الستيرن بتفضيه بمحطتك لكل الجمعة لترجع تعبي غاز؟ لا نحن شركات توزيع، نحن شركات توزيع، نحن كل يوم بيوم بنشتغل بنعبي لشركات التعبئة. انت شركة توزيع بس انت لما عم بتعبي بيجيك الستيرن بالغاز لجمعة. هو ما عنده، هو بيوزع بيوزع قبل بجمعة. هيدا السؤال السؤال لتوني يمين. لا هذا مش لإلي، هذا مش لإلي هذا السؤال. محطات البنزين نفس الشيء مدام. ما مزبوط عم نقلهم هيك، ما هني هلأ يعني عم بيبيعوا على 114 دولار 108 حتى لو كان قبل بجمعة. أنا ماني عم دافع عن حدا يعني، ما هو عم يدفع حق بضاعة دولار. نستقبل اتصال تاني، مين معي؟ ألو. ألو أهلا تفضل. بونجور. بونجورين. بدنا نهني النقيب يا عمي اللي معك على عم بيتعذبوا هن كتير لأنه هلا طلع الجدول. ألو. يعني 95 أوكتان يعني وطي صار 91,000 تراجع، يعني سعر صفيحة البنزين تراجعت والغاز تراجع يا جون حاتم 60,000. نقول للمواطنين على محطة البنزين شوفوا شو عم بيصير. نعم تفضل. ألو. ايه عم نسمعك تفضل. صباحو نقيب. قلنا صباحو صبحنا، قلنا شو في. يلا خليه بهالهمة، بس بدنا نخليه بهالهمة للنقيب. طول عمرك طول عمرك، يعطيك العافية. مين معي؟ بس ما عرفنا ليه بده هني. أنطوان يمين، رئيس نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي بلبنان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ستنا. ليش فشل الاجتماع امبارح؟ يعني أنتم متهمين أنكم فشلتوا، لأنتوا أنتوا مرتاحين على وضعكم، أنتوا عم بتشتروا بالدولار وعم بتسلموا بالدولار، والموزعين عم بيشتروا بالدولار وعم بيسلموا باللبناني. هيدي الخبرية يعني ولا في شيء فيرسيون يعني تاني؟ ستنا في مشكلة، يعني رمز كل دولة بهالعالم هي عملتها الوطنية. نعم. لما نحن بدنا نتخلى عن عملتنا الوطنية يعني ما بقى في دولة، وبدنا نمشي بقصة الدولار. بس تخلى وزيرك الاقتصاد، وزير الاقتصاد عندك بدولتك اللبنانية، وزير السياحة بدولتك اللبنانية تخلى عن الليرة. نحن الشعب. نعم. نحن الشعب الدولي، نحن الشعب القيمين على هالدولة يلي ما عندهم رؤية ويحموا هالدولة وبمصالحها ووصلونا لهالوضع السيء وعدم قدرتهم على إيقاف الدولار. خلونا نحن نحمي مصالحنا ونحمي شعبنا وما نكون بالواجهة مثلنا مثل هالمؤسسات الغذائية والأدوية، مشينا بالدولار رغم أنه نحن ضد هالشي وما نحبين نمشي بالدولار لأنه نكون عم نتخلى عن وطنيتنا وأخلاقيتنا ووطننا. ما لما تكون في موجودين مسؤولين بهالدولة ما نفرق معهم إلا فساد وسرقة، عم بيخلونا تا
تنضل مهدين حالة هدية. ايه بس استاذ توني يعني اليوم عم تقول لا خليكن على الليرة اللبنانية بوقت الموزعين اللي كانوا موجودين معكم عم بيرفضوا هالشي بيقولوا له نحن عم نخسر. شو ردك على هالكلام استاذ جان؟ نحن عم نخسر فعلا عم نخسر. انتو عم تخسروا ليه؟ انتو بتشتروا بالدولار وبتبيعوا بالدولار ليه عم تخسروا؟ لا نحن لما عم ندفع دولار ومنبيع بالدولار ما عم نخسر. ايه بس انتوا عم تعملوا هيك نحن بالدولار. لا في قسم كبير نحن في قسم كثير من مصالحنا عم تيجي العالم على شركاتنا ما معه دولار عم بيدفع باللبناني على سعر صرف السوق السوداء على سعر صرف السوق السوداء. بس لما السوق السوداء بثلاث دقايق امبارح يطلع 10,000 وينزل 10,000 ويطلع 30,000 في النهار ذاته. نحن كان في كريزة أولت امبارح فوتتنا بالحيطان ما في حدا دلوع في عجره. يعني كان في مشكلة طويلة عريضة. البكي حرام يعني ما بدنا نبكي ولا بدنا نشكي بس الله يساعدنا ويساعد المواطن والمستهلك بوجود هيك تخمة موجودة مسؤولة. هلا ما تروح صوبهم خلينا صوبكم لأنه صرنا عايدينهم هالكلام كذا مرة. شو قصة الجعالة بينكم بين موزعي الغاز؟ نحن ما في قصة جعالة. نحن مثل ما بيطلع جدول تركيب الأسعار ملتزمين فيه. نحن ما فينا نتخطى القانون أبدا. هلا هني عندهم مشكلة الموزعين ما بعرف يروحوا لعند الوزير ويحكوا له. نحن امبارح كنتوا مجتمعين سوا تاخذوا قرار سوا. امبارح كنتوا مجتمعين سوا وفشل الاجتماع. نحن مجتمعين سوا. نحن ما كان عندنا المشكله قد ما هي المشكله بالبنزين والمزوت. نعم نحن الغاز ما عندنا عندهم مشكله يعني. يا استاذ طوني انتوا عم تاخذوا منا بالدولار. هلا اني قسم منكم نعم. كمان عم ببيع بالمفرق كمان مش بس بالجمله. عم ببيعوا جمله ومفرق. هلا اذا بعتوا بالمفرق وبطلوا اللبناني انتوا عم تاخذوا الجعيله تبع الدكان. انتوا مالكم عم تخسروا يا استاذ صوني وعم تقبضوا من الموزع انت بالدولار كمان. نحكوا اثنينكم بس خلي رد على كلامه. تفضل. انا ماني عم بوجه ولاني عم هجمك يعني. نحن عم نطالب ما زال انت بدك عم تدعم انه الليره اللبنانيه وبهمك الليره اللبنانيه. خليها تكون الجدول كله يرجع مثل ما كان على اللبناني. يا بده يكون على الدولار كله سوا يا بده يكون على اللبناني تيكون في بس الغاز ما بنطلعه بعد ما طلعنا غاز من بحرنا. خليه يكون على الدولار كله سوا يا بيكون على اللبناني كله سوا. مش انتوا تقعدوا تتفرجوا علينا كشركات تعبئه. نحن عم نتخبط بالسوق جعلتنا عم بتروح فرق عمله بين شركات التعبئه وبين بين الصرافين. نعم خلي رد تفضل الكلام هلا لك. تفضل جان. بيعرف انه نحن كشركات كمان بنشتري من الام من مركز التخزين يلي بعماره شلهوب كمان. نحن بندفع دولار ومنبيع وعم نبيع بالدولار وعم نبيع باللبناني. مش باللبناني لا مش كله باللبناني. عم تبيعوا دولار للموزعين. نص ما بيعنا لبناني يا ستنا. نص ما بيعنا لبناني. يا ريت نحن عم نطلب بالدولار غصب عنا. بس لما الدولار ما عم فيه يثبتوا طب شو مشكلتنا احنا؟ نحن تنحمي مصالحنا هيك علوكم مع بعضكم. ما كل واحد مستعير يعني. يا استاذ صوني انت وقت تبيع باللبناني انت وقت تبيع باللبناني زبون عم يجي لعندك عم تبيع باللبناني مزبوط ام لا؟ انا كشركتي انا كشركه صاحب شركه ومسؤول. انا لما بيجي عندي زبون وعم بيدفع لبناني انا عم بخسر. لما عم طلع سيارتي اذا بدها تطلع على التوزيع حتى احميك كموزع وما ضاربك عم بلتزم بالسعر اللي انت عم بتبيعه يلي اعطيتنا اياه الدوله دولار على كل طن على القنينه. فنحن عم نطلب دولار بس في زبونات ما معهم يدفعوا دولار. عم يدفعوا لبناني عم تعملنا مشكله. بس ايه بس عم يدفعوا على سعر السوق السوداء وقتها يروح لعندك المستهلك يا اس اس. بس خليكم بس ماشي ما نفهم الموضوع للناس. عم بيسالك سؤال استاذ توني رد عليه. شو هو سؤالك؟ وقتها ينزل عندك المستهلك عم يتكلف اذا لتر بنزين حقه 150,000 على القليل خصم له. اذا بهمك امر المواطن وبهمك الامن الوطني خصم له العموله تبعولنا تبع الدكان. انت وقت بدك توزع عم تخسر بعيد الدكان. يا جان يا جان يا استاذوني استاذوني ما انتوا ما لكم حق تبيعوا بالمفرق حسب المرسوم 5509 ما بحق الا عربيه مسكره تبيع بالشركه. تفضل استاذوني. لما المستهلك عم بيجي على الشركه هربان من الموزع بالعكس الموزع عم بيبيع بالسعر الرسمي غير السعر الرسمي عم بيجي ياخذ قنينه نظيفه وعم بيقول لك انا بدي احافظ على قنينتي وتضل نظيفه ما بدي قنينه مدهونه وقنينه موسخه وقنينه مش نحن من وين عم نجيبها القنينه نحن؟ مش من عندكم عم نجيبها القنينه؟ نعم ما من عندكم عم نجيبها القنينه بقول لك يا استاذ صوني ما بده الواحد يقف خيال اصبعه يا استاذ صوني انت بدك ما تكب علينا هلا ما خليكم استاذ صوني ما تكبوا علينا. انتم شركات التعبئه كبيتوا علينا وقلتوا كبوها عند الكنجه يطلع وكيل بيعبي من عندي ويقول انا بعطيه جره ما نظيفه.
انت محل ما عم بس انت عم تتهم اليوم يعني الموزعين انه عم بيعطوا قوارير غاز منا صالحه. في كثير استاذناني مش قصه منا صالحه، مجويه ما في قنيني منا صالحه. طب ما هو عم ياخذوها من عندكم، ما عم ياخذوها من عندكم من الشركات. انا مسؤول عن انا كصاحب شركه ومعمل عندي، انا مسؤول عن كل المعجز. ايه بس هني عم ياخذوها من الشركات اني يعني يطالبوا. مش شو مسؤوليتهم هني عم ياخذوا القنيني من الشركات. يطالبوا بحقهم بكل طن عم ياخذوه غاز، بدهم ياخذوا مقابله قنيني جديد. يطالبوا هذه مشكلتهم هني. هلا شو خلصت الحوار بينك وبينه؟ اذا مش موافق على التسعير بالدولار. انا بدك اكثر من هيك، خليها تكون فضيحه كمان. انا بتهم وزير الاقتصاد هو متوطئ مع شركات التعبئه وشركات المستورده، لانه اذا بده ينفذ هذا الجدول بده ينفذه هذا المبيع في مركز التعبئه، خليه يخصم الدولار تبعونا ويخصم جعيله الدكان، لانه مش من حقهم، مش عم يوزعوا هم. انتم ما لازم تاخذوا عموله، ما لازم ياخذوا العموله تبع الموزع، ما لازم تاخذوا عموله على القليل يخصموا البنزينات تبع المستهلك اذا بهمهم الامر المستهلك. شو يا استاذ سوني؟ من البيولات يا اخي؟ يا اخي صارت سابقه قبل يا حي، القرار واضح قدامي. انت معلش في قرار واضح، وزير الاقتصاد رجعنا في العمليه. ما نحن واضحين، انا ماني عم بحكي بكلب الاولين. مش ممكن، ما انت فيك تمنع الزبون، انا فيني ما ما, ما تكبوا علينا. شركات امبارح متامنين انه يقفوا حدنا، ما وقفوا حدنا. معلش خلينا ننهي، معلش انا لازم احكي معك. انت ما فيك تمنع الزبون، بس فيك مثلا تشيل الجعاله منه، يعني جعاله الموزع تشيلها لتكون يعني شفاف بهالموضوع. عم بحكي صح ولا لا؟ عم تحكي معي انا؟ ايه عم بحكي معك. تفضلي. عم بقول لك انه اذا انت بدك تبيع بالمفرق وتعطي قناني، لازم تحسم اللي عم بياخذ القناني من عندك جعاله الموزع. انا ما فيني اخصم لجعاله المعزم، انا بدي التزم بجدول تركيب الاسعار. ما بيحق لك تبيع بالمفرق، بس ما بيحق لك يعني بالمبيع في مركز التعبئه. خلي يطلع عراه، خلي يطلع من الموزع. طالع اذا مش عم تنبذوه، يعني في طواطو مستهلك هاي لادي. اذا خلينا نختم هالسجال، انتم مش موافقين على دولرة الأسعار أناني الغاز ونقطع السطر، صح؟ أنا مش قصت ما أنا موافقين، نحن ماشيين في غث من عنا هذا الموضوع، ما حتى نحن ما صرحنا. ليه مين من مين خايف؟ ما وزير الاقتصاد ومش حاله. ما مش قصت خايفين نحن، بس حتى نحن ما صرحنا، لأنه الدولار عم بيلعب بالنهار 20 مرة وطلوع ونزول، عم ننكسر. نحن مضطرين نمشي بالدولار. هلا إذا هذا ضد القانون، يلاقوا حل المسؤولين على الموضوع. على كل حال انا بدي اشكرك، انتو يعني عم بتعضوا على جرحكم يعني هلا. ما طب امبارح ليش فش الاجتماع؟ لما تعمل اتصالات وصلت مع وزير الطاقه؟ يعني حضرتكم انتو بدكم تتواصلوا مع وزير الطاقه، تواصلتوا؟ شو كان ردوا؟ في رئيس التجمع هو اللي بده يتواصل مع وزير الطاقه. نحن كنا متجمعين امبارح بتجمع استيراد النفط، وفي رئيس للتجمع هو السيد مارون الشماس، وهو عم بيقوم بهالمبادره. وتركنا الأمر لأله. بيقول مارون شماس نحن تحت سقف القانون، والقانون هو بعدم الدولرة. أنتم موافقين؟ يعني من هاي بنامش نحن ما كنا نتخطى القانون. شو إحنا ما فينا نتخطى القانون أبدا. شو بيقول القانون بنامش فيه؟ إيه هلأ القانون، بس نذكرك أنه ما لازم تاخد جعالي وما لازم تبيع بالمفرق. على كل حال هيدا هيدا بيقولوا القانون. شكرا لإلك. خلي يبلغونا فيه. ما ودوا لكم ورقة. طيب وزير الاقتصاد عمل معروف، عملوا شغلكم، لأنه هيدا كمان يعني بينخصم للناس عم تدفع محروقات تروح على الشركات تتعبي غاز. مزبوط لك، إنه إذا على الموتور نزل يعني تنقول من الأشرفية على الدورة، إذا بينزل عبي أنيتو عبي، إذا لتر بنزين حقه 150,000. يعني هون نطلب من وزير الاقتصاد يعني تفضل حل هالقصة. لو ما في ثقة من هالشركات، هالمواطن عم بيروح كان بياخدها من الدكان، بياخدها من الموزع، بياخدها. شكرا. ليش المواطن عم بيتكبد وبريحته وهو مبسوط عم بيجي على الشركة؟ يا على كل حال أنا بدي أشكرك. ما بدي عبي لك. شكرا لإلك توني يمين. أهلا وسهلا فيك اليوم رئيس نقابة ملكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي بلبنان. هلأ شو مطلوب من وزير الاقتصاد يرجع يبعث لهم ورقة؟ أكيد نحن قلنا له لمعالي الوزير. بس إذا أنتم مش متفقين يعني بشو مش متفقين؟ يعني ما سمعت شو عم بيقول؟ لا بدهم يعملوا أبليكيشن، الأبليكيشن ما بتفيدنا بشيء، ولا بدهم يعملوها على اللبناني، ولا بدهم يعملوها على الدولار، جربنا جميع، طلعوا جدول قبل. هلا شو صار؟ شو بيعرف المستهلك؟ يرجعوا مثل ما كانوا بالأول، يرجعوا على اللبناني كله سوا، كل واحد يتحمل مسؤولية ساعتها، مش نحن يزتوا المسؤولية علينا كشركات تعبئة أو شركات مستوردة، ونحن واحد عم ناكل خبيط وقتل بالسوق.
والمستهلك هو المظلوم اكثر واحد فيها، لانه عم تنبيع انيه الغاز سوق سوداء، ما له حدا عم يلتزم السعر الرسمي. عم بيقول لي غسان بيضون وزير الاقتصاد والطاقه عم بيحموا سرقه المواطن، الاول بقرار التسعير بالدولار والثاني باصدار جدول اسعار مع كل ارتفاع للدولار خلال النهار، بحيث خسر المستهلك امبارح 600,000 ليره مع كل شراء بقيمه 20 دولار، مع ارتفاع الدولار الى 140,000 ليره وهبوطه الى اقل من 110,000. غباء ام تواطؤ؟ وين رئيس الحكومه؟ بدي اقول لك مسافر. على كل حال يعني العترة على المواطن، وصحيح انه وزيري الطاقة والاقتصاد عم بيسهلوا للتجار، انت بترد على هالكلام سرقة المواطن؟ عم ينسرق المواطن وقتها ينزل، عم ينزل على الشركة يعبي انية الغاز عم ينسرق. جماعة المحروقات بيشتروا دولار كل يوم وبيرجعوا بيشتروا المحروقات بعد فترة وبيبيعوها على 140,000، هيدا ربح فاحش على حساب المواطن. نحن كل يوم بيوم عم نشتغل. نعم. نحن ما عندنا استوكات، ما عندنا خزانات، نحن حمولة كاميوناتنا. على كل حال اليوم يعني لوين رح توصل الأمور؟ خلينا ننهي، لوين بدها توصل الأمور بموضوع الدولارة، دولارة قوارير الغاز؟ على ما يبدو هي يعني ماشية مع الأسعار المحروقات. ناطرين نحن معالي الوزير يرجع لحتى تجتمعوا معه، نجتمع نحن طالبين موعد منه كمان تنقدر نجتمع نحن وياه. بس توحدوا قبل ما يجي. مش قضية، نحن كلنا موحدين أنه قضية إذا الدولار أو ما يوازيها بسعر باللبناني، ما أنا عم نظلمه. الله يساعد المواطن اللبناني. ما بده يعمل على الدولار، يعمل على اللبناني كله. والمواطن اللبناني عم تحرقه الأسعار، طالع نازل، عملوا معروف، ما بقى فينا نكفي هيك بلعبة الدولار ولعبة التطبيقات. يعني حتى باعتراف مبارح بمجلس النواب بيقول إنه في أموال عم تتهرب لبرا لهلأ، يعني ما بنعرف خلال المصارف أو غيرها، وعم بيقول ما حدا عم بيعرف كيف عم بيصير الدولار، إذا دولتنا مش عارفة شو عم بيصير بالدولار علامة استفهام. فاصل ونتابع عن صناديق التعاضد الصحية بلبنان والحركة التعاضدية لنستفقدها. شكرا لك اليوم أمين سر الإعلام بنقابة موزيع الغاز جان حاتم. ميرسي على استضافتي كمان. يا هلا. فاصل إذن ونتابع. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، نقطع السطر عبر إذاعة صوت لبنان. بدنا نحكي اليوم عن صناديق التعاضد. في كتير ناس عم بيروحوا من شركات التأمين صوب صناديق التعاضد لأنه ما بتبغي الربح، ولأنه أسعارها يعني متراجعة بالنسبة إلى اليوم شركات التأمين، ولأنه عم بتأمن الخدمة اللي لازم تأمنها، مع علامة استفهام رح نحكي عنها بسياق الحلقة. قطع صناديق التعاضد، الحركة التعاضدية بلبنان حركة مهمة وداعمة، خصوصا بهالظروف الصعبة لإرساء الأمن الاجتماعي ولاسيما الصحي في ظل غياب الرعاية الصحية الشاملة من قبل الدولة. شو وضع صناديق التعاضد؟ ماذا عن الصناديق المتعثرة؟ شو عم بينعمل لحتى هالصناديق تبقى واقفة على إجريها بظل الانهيار المالي اليوم والنقدي؟ رح نستقبل ضيفنا رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية بلبنان غسان ضو. أهلا وسهلا فيك. وأهلا وسهلا برئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضد الصحي الاجتماعي الأب جورج صقر. كيف أحوال صناديق التعاضد؟ شو وضع اليوم بظل زمن الانهيار والارتطام الكبير؟ هيك عم بيقولوا يعني المحللين الاقتصاديين، والدولة نفسها عم تعترف بهالشيء. أول شيء يعطيك العافية لهالدور اللي عم تقومي فيه ولإذاعة صوت لبنان، لأنه كلنا بدون ما نفوت بالتفاصيل ظروف البلد كلها صعبة، والقطاع الاستشفائي وهم المواطن بصحته والمستشفيات والفواتير بالدولار، وقسم بيقبض بالدولار قسم باللبناني كيف بده يقدر يدفع دولار اذا بده يدفع دولار 100,000. يعني مش بده يعني شرح كبير لنذكر الواقع الصعب اللي عم بيعيشه كل لبناني. نحن هلا حصرا بصناديق التعاضد، يمكن من دعم سماوي انه قدرت هالمجموعات المنتسبه لصناديق التعاضد بدعم من هالعيال اللي ولادها سافروا، يعني من حسناتها انه عم يقدروا يبعثوا دعم هالمغتربين، انه
قدرت هالمواطن انه يأمن تسديد اشتراك صناديق التعاضد بالدولار بناء لطلب وإلحاح المستشفيات، والمستشفيات بتشرح الموضوع انه وزارة الصحة توقفت عن الدعم، ووكلاء اللوازم الطبية بدهم كل شيء بالدولار وما بنقدر الا ما نقبض بالدولار، لتحولنا من كذا شهر من سنة 22 إلى دولار، عم تقبضوا إلى دولار. ونحن بكل أمانة وشفافية هالمبلغ اللي بنقبضه من المنتسبين هو لا تسديد فاتورة المستشفى، وكتر خير الله في جهات ضامنة محترمة وأكبر بكتير من قدرات صناديق التعاضد، الضمان الاجتماعي، تعاونية الموظفين، اللواء الطبي، الله يعينهم يلي دخلهم مثل أنا صار في حديث مع الضمان الاجتماعي إنه يعني كيف بدنا نقدر ندفع الألف دولار فريش دولار بالوقت يلي نحن عم نقبض كنا 8.5% قبل على اشتراكات المرض والأمومة، على حد الأدنى للرواتب 675، يعني قدرة مستحيل إنها تقدر تقدم تأمين صحي للمواطن اللبناني المضمون بالضمان الاجتماعي بدون ما يتحمل فروقات، وهالفروقات عم بتكون بعشرات الملايين. عم تسألين عن صناديق التعاضد، كتر خير الله معظم الصناديق يلي حولت إيراداتها عبر اشتراكات المنتسبين لدولار عم نلبي فواتير استشفى تبع المستشفيات بالدولار، وكتر خير الله معظمنا المتعاملين مع شركات الإدارة الطبية حصرت كلفة 2022، وعنا شهادات تسديد فواتير الاستشفاء العائدة للمنتسبين للعام 22 كله ما في أي مستحقات على الصناديق. أب جورج صقر، هل صناديق التعاضد عم تلعب دورها كما يجب وضمن الأطر القانونية وبالشكل اللي بتحقق الغاية المنشودة؟ لأنه نحن بنعرف أنه صناديق التعاضد لا تبغي الربح، بس بنعرف بالمقابل أنه صار أنك تروح على صندوق التعاضد كأنك عم تدفع بشركات تأمين، ما هو صحة هذا الكلام؟ الحقيقة أول شيء بدي أشكرك وأشكر صوت لبنان على استضافتنا وعلى أعطائنا المجال لحتى نضوي على هيك موضوع أساسي ومهم جدا، يعني مهم جدا لأنه عم يرفق حيوي صحي للناس، لأنه العقل السليم بجسم السليم. إذا جسمه للمواطن منه سليم، كيف بده ينتج، كيف بده يشتغل، كيف بده يفكر؟ وهيدا شيء بينطبق كمان على الدولة، لأنه هالمواطن هو الدولة، مين الوطن، مين هو والمواطن مين. بقى من هون بالنسبة للجواب على سؤال حضرتك، صناديق التعاضد للحقيقة هي جهة ضامنة لمجموعة كبيرة من المواطنين، وهي بتصور يمكن بعد في كتار من اللبنانيين ما عم بيقدروا أهمية وضرورة وجود وعمل صناديق التعاضد بهالزمن. قصدك عم تحكي خاصة بهالزمن، وبعتقد كمان انه اذا كان ما في تعاضد بهالظرف اللي نحن فيه لازم نخلق تعاضد كده. يعني هل أعضاء عم بيستفيدوا منها مقابل اشتراكات مقبولة او بتوازي اليوم شركات التأمين؟ لا ما بتوازي شركات التأمين، لانه في فرق كبير بين التعاضد وشركات التأمين. شركات التأمين هي شركات خاصة، شركات تجارية، شركات من حقها أنه تحقق أرباح، وشركات هي كمان مثل ما هن بيقولوا أنه عم يدفعوا ضريب، وهيدا شيء طبيعي، هيدا شيء طبيعي لأنه بدها تحقق أرباح. بس هذه الأرباح اللي بتحققها بتتوزع على المجالس، أعضاء مجالس الإدارة وعلى المساهمين بهالشركات. إنما الفرق من جهة أخرى يلي هو صناديق التعاضد، إذا حققت فائض، هالفائض يعاد توزيعه على المنتسبين، يعني بتخفف الفاتورة، إما بتتخفف الاشتراك بدل الاشتراك، إما بتخفف أو بينخصم منه، أو بيتوزع على بطريقة مساعدات اجتماعية أو مدرسية أو عائلية بهالطريقة. هذا يعاد توزيع الفائض بهذا الشكل.
أرقام تليفونات صوت لبنان بتصرفكم 01-325-555 الخلوي 76-111-00-305 والواتساب كول 76-111-001. في مواطنة عم تسألني يعني حضرتك رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الصحي الاجتماعي نعم الأب جورج صقر، أنتوا بتستقبلوا كل الناس مثل ما أنا بعرف صحيح. يعني عم تقول إنه بين المسيحي والمسلم لا إنه بتستقبلوا مسيحيين، يعني هذا سؤال مش حلو بس متصلة، لأنه الحقيقة نحن ما عندنا تمييز بين مسيحي وغير مسيحي. ولو اسمكم الصندوق الماروني مثلا ما اسمنا أصلا الصندوق الماروني. لا هني هيك يسموكم بالعادة بالعادة. أنا نحن تأمننا عند الصندوق الماروني مش هيك صحيح. إنما نحن بتأسيسه هذا الصندوق كان بهدف من أهدافه أنه يأمن الطبابة والاستشفاء وضمان الشيخوخة والمساعدات لأبناء الكنيسة. ليه؟ لأنه نحن ما بدنا ناخد من درب حدا، في غير طوائف غير مذاهب عندهم صناديق، نحن ما عم نفوت بمنافسة مع صناديق أخرى، لأنه إذا بدنا نفتح مجال لكل اللبنانيين علما أنه بالتعاضد ما في استثناء. نعم صحيح. التعاضد ما في استثناء، ولكن نحن ما مننافس بعضنا. هلا اللي بيجي من عند صندوق الديمقراطي بقول له لا أنا بتمنى إنك تضلك بالصندوق الديمقراطي لأنه ما عم ننافس بعضنا نحن وعم يصلوا حقه وإن كان بالصندوق الديمقراطي وإن كان بالصندوق الماروني مثل ما عم تقولي حضرتك. نعم اليوم بتكون يعني بدنا نحكي الأمور مثل ما هي لنوضح للرأي العام القطاع يعني اليوم صناديق التعاضد لازم يكون ماشي صحيح لأنه نحن عنا قوانين تضبط إيقاعهم مش هيك أستاذ غسان؟ صحيح. نعم. بس اليوم عم نسمع أنه في ملف من النيابة العامة المالية وعم يتحقق مع عدد من الصناديق التعاضد، طيب شو الأسباب وشو مضمون هالتحقيقات وشو مدى المخالفات اللي عم ترتكب وهل من ضرر بالمال العام؟ هو بالحقيقة نحن بهالدور اللي عم نقوم فيه وحضرتك مرافقتينا، نحن مبلشين بسنة 90 يعني صار تقريبا 33 سنة عم نعمل وعم نقوم بدورنا كما ينص القانون وبإشراف المديرية العامة للتعاونيات يلي هي بتأسس صندوق. وإذا بدي فوت بنتفة تفاصيل تقنية يمكن ما تكون واضحة للجميع، بس إنه هالصندوق يلي كل آخر سنة بيعمل ما يسمى بالجمعية العمومية وبيدعي جميع أعضائه وبياخد إذن من المديرية حتى ينشر هالإعلان بجريدتين محليتين وبكون عنده ميزانية عمومية لكامل أعمال المالية تبعه بالسنة من 1/1 ل 31/12 بيحدد فيها الإيرادات بكل دقة وبيحدد فيها النفقات بكل دقة، والفائض بحطه باحتياطي كما ينص القانون، وهالشي مدعوم بشهادة صادرة عن مدقق حسابات خبير يعني هلا الدنيا كلها بالخير يعني كل الصناديق ماشي على حسب. نعم لا انا عم بقول انه هذه الطرق القانونية المفروض على الصندوق يطبقها عم تتطبق بكل امانة وبكل شفافية مش بكل الصناديق اذا بتعملي معروف. تفضل. هلا كل ملف عن أعمال العام بيروح على المديرية العامة للتعاونيات، ونحن كاتحاد عنا من الخبرة المتواضعة اللي مرافقينا من 30 سنة حاطين حالنا بتصرف المديرية، لأنه نحن كاتحاد صناديق تعاضد ما إلنا حق إنه نتدخل بخصوصية كل صندوق. وأنا وياكي مثل كل القطاعات إن شاء الله قد ما كانت دورنا اجتماعي وإنساني واللي عم نقوم فيه بأفضل وجه، إذا بيلتقى بعض الصناديق يلي بعتذر عن الكلمة ومش أنا المرجع يلي بدي أقيمها، إذا مجموعة استغلت هذا الدور الاجتماعي وما قامت بدورها المطلوب مسؤولة المديرية، هيدا بين إيدين المديرية ونحن بخبرتنا حاطين حالنا بالتصرف لضبطه، بس ما لازم هالشائبة إذا حصلت
تعطل أو تغطي على الدور الإنساني والاجتماعي اللي عم تقوم فيه الصناديق بكل شفافية وبكل استقامة. وإذا بتعرفي هالناس يلي عم بيحصلوا بهال على هالتقديمات قدي بيقدروا دور هالصناديق وبيشكروا هالصناديق وبيدعوا مثل ما نحن عم ندعي، خاصة بظل مثل ما حضرتك قلتي بغياب نظام رعاية صحية طلبته فيه من زمان. يعني اليوم عم بريجع الأرشيف، يعني حضرتك مطالب أستاذ غسان أنه اليوم بنظام صحي كامل، بعقد طلبت بعقد مؤتمر وطني بيجمع كل المسؤولين بالقطاع الاستشفائي. وأي متى عم نحكي؟ عم نحكي ب 24 أذار 2022، يعني نحن عم نحكي من سنة. شو مطالب وشو هلأ بمجلس النواب أنه التغطية الشاملة لهلأ بعد ما في شيء؟ لا يا قلبي، نحن احنا رئيس الجمهورية شفني، الوزير المختص شفني، كل المعنيين شفني هون. نحنا ثاقبت انه قدمنا طلب من 23 سنة لننتسب لأهم منظمة تعاضدية بجنيف يلي هي تابعة للأمم المتحدة وبتشتغل على نقل المجتمعات لحتى العالم الثالث ما يكون عنده ضعف بالإنتاج ويكون أهله مطمئنين، ما يكون عندهم حالات يأس وحالات ثورة، يعملوا حماية اجتماعية بتزيد بالإنتاج الوطني وبتخلق مواطن مرتاح. رب العائلة ما بينام، إذا كان أنا مرتي بدها تفوت على المستشفى منين بدي جيب 2,000 و3,000 دولار. معتمدين التعاضد وكل المسؤولين اللي شفناهم، حتى بقدرت وزارة الصحة تعمل بطاقة صحية لحتى ما يضل فيه ولا مواطن من لبنان مش مغطى. ما عملوا شيء لوصلنا إلى الانهيار والارتطام، والناس هلأ عم تسأل عن صناديق التعاضد لأنه بعدها أسعارها بتقدر يعني تتحملها بعض الناس. بس في قوى أمن عم بيسأل بيقدر يدخل على صندوق تعاضد إذا كان متقاعد؟ إذا متقاعد إيه؟ بيقدر إذا كان موجود أكيد نعم. بس إحنا عنا ملفات، وأنا سألته لوزير الزراعة وكان ضيفي عن ملفات لصناديق التعاضد. طبعا هو قال إنه هي بالقضاء، يعني اليوم ملفات عن صناديق التعاضد متعثرة، عن صناديق التعاضد مش ماشي صح، هي بالقضاء. بس شو بنعمل اليوم لناس منتسبين إلى صناديق التعاضد؟ هيدا سؤالي الأبجور صار، وهني منتسبين والصندوق ما قلع، يعني شو الارتدادات، شو السلبيات على الأعضاء المنتسبين؟ لك يا ست نوال، في مجموعة من صناديق التعاضد أنا بقلك أنه ماشيين مثل ما تفضل الأستاذ غسان وقال أنه هودي ضامنين منتسبينهم 100%، إن كان عند شكلوا هن احتياط إلزامي بموجب القانون، وإن كان عاملين إعادة تأمين. بس إذا ما عندهم احتياط إلزامي بيقدروا يكملوا؟ بيقدروا يكملوا إذا ما في احتياط إلزامي. بتسمح لي برجوج، بتسمح لي حسب الوضع ووضعهم الاجتماعي، حسب وضعهم المالي وحسب الملاءه المالية بتكون عند الصندوق. ست نوال، الإدارة الحكيمة بالتطور يلي رأبناه، صندوق التعاضد عم بيروح عند رياسيرور بيقول له أنا عدد أعضائي هالقد، دخلي بالسنة هالقد، احتمالات الفريكونسي أوف سيكنس والكوست أوف كليمز هالقد، وأنا اللي عم بطلبه اشتراكات هو فقط لتسديد الفواتير. أما إذا بعالم المال عم تعطي موازنة مقترحة للعام المقبل من 1/1 لآخر السنة، ما بتعرفي حجم العمليات وكلفتها. الإدارة الحكيمة للصندوق مثل ما هو مطبق بكتير من الصناديق، بيروح لعند معيد تأمين بيقول له أنا عندي هالقد عدد، عندي احتمال بهالقد فواتير، إذا مجموع الفواتير بآخر السنة اللي طالبتني فيها المستشفيات كانت تتعدى مدخولي من الاشتراكات، بدي أعمل عندك بوليسة ضمان وقف العجز، stop loss policy، قد بدك دولار دولارين كذا على كل منتسب، بدي طمن بالي انه حقوق المنتسبين شو ما كانت الاوضاع المالية اذا ما قدرت انا من مدخولي سددتها انت مجبور تسددها، وهيك عم بيصير. كل صندوق عنده ضمان تقديم خدماته وكلفتها بدون اي خوف من انه
تتعسر. أنا دايما محامي الشيطان بحب أسأل أسئلة لنوضح للرأي العام. مثلا منشوف بعض صناديق تعاضد تتقاضى اشتراكات أبونا جورج بتوازي أسعار بواسطة التأمين وبالمقابل ما بتغطي التغطيات اللازمة. منشوف شركات تأمين مؤسسة صناديق تعاضد بس تتهرب من الضرائب. طب خبرونا أكثر، خبرنا عن هالمنطقة. هيدا الحقيقة اللي كنا بدنا ندور عليه شوي. نعم. إنه مش كل صناديق التعاضد عندها نفس المستوى بالإدارة او بالحوكمي او هيك في ملفين في مهل لها لسنه، مش هيك في ملفات بالقضاء يعني مشكل طبعا. مشكل صناديق بنرفع لها القبوة اليوم من على منبر صوتنا، هيدا بنعترف فيه وهيدا مطلبنا نحن من زمان، انه الصناديق التعاضد ان كان المتعثره وان كان يلي عم بتسوق عندها سوء اداره وتعثرت او اساءت للمنتسبين تبعها بالدرجه الاولى، هي كمان بالوقت ذاته عم بتسيء للحركة التعاضدية وعم بتسيء لإلنا. وهذا مطلبنا نحن، إنه هل الصناديق تنضبط بشكل أو بآخر، وهي مهمة المديرية العامة عم تعمل تقاريرها يعني عندنا معلومات، عم تعمل التقارير وبتوديهم لوزارة الزراعة. نعم، وزارة الزراعة بالدرجة الأولى هي المعنية، هي سلطة الوصاية. للأسف إنه وزارة الزراعة يعني، بس لكن المهم بس هلا نحن بعد ما عرفنا ليش بعد عند وزارة الزراعة، عرفنا بس ما في عملنا، ما فينا نحكي فينا نحكي. لا هي حكينا قبل مرة يعني، هي أساسا ضموها للتعاونية، التعاونية هي لوزارة، كان في مديرية واحدة لمن لغيوا وزارة الإسكان، في مديرية واحدة للتعاونيات، وكان صناديق التعاضد تحت هالسلطة هالمديرية، ضمون لبعض. طيب أنا بدي معظم التعاونيات هي تعاونيات زراعية، من هيك حطوهم بوزارة الزراعة. شو بتخبرنا أستاذ غسان ضوء، يعني وين التوك ومين المستفيد من وراء اللي عم بيصير بصناديق التعاضد؟ يعني هن الأعضاء هن ما عرفوا ديروا الصندوق مثلا ممكن، أو إنه ما أخذوا الاشتراكات مثل ما لازم، أو إنه في ناس ما قدرت تسدد اشتراكاتها. اليوم في ناس ما بتقدر تسدد اشتراكات وهن موجودين بصناديق التعاضد، كيف بتتصرفوا معهم؟ لك سبق وقال برجورج إنه يتكون بنهاية كل عام مالي فائض. نعم. وكتر خير اللي وضعوا قانون المرسوم 35/77 انه بده بهالفائض يكون مقسوم لخدمة كل قرش بزيد. نعم. بنهاية العام المالي بصندوق التعاضد بده يتحول لاحتياطي الزامي واحتياطي أقل. وكل قدرات الصندوق هي لمساعدة أعضائه. منرجع لهالدور الاجتماعي الأساسي يلي إنه تتجمع مجموعة هالناس بصناديق تعاضد لحتى تزيد قدراتها، لأنه قدرة الجماعة أقوى من قدرة الفرد لوحده. ما في صندوق على حد علمنا إلا ما بيرافق منتسبيه، مش معناتها أنه بيوصل لوقت يقدر يغطي كل انتسابات المنتسبين لأنه قدراته محدودة. بس بهالدور اللي عم بيقوم فيه، حدا تعسر، حدا ما قدر سدد قسطه، وعم تتاخد احتياطات لمواجهة هالأقساط الغير محصلة. بس بالإجمال بهالظروف نحن بالعام 22 ميزانيتنا كتر خير الله إيجابية، لأنه نحن يعني الناس عم تدفع ونحن إدارتنا وسهرنا، الواحد منا بيشتغل 10-11 ساعة بالنهار من قلبه لحتى يضبط هالتوازن المالي بالصندوق بين تحصيل وتحديد الاشتراكات وبين تسديد الفواتير. هيدا دورنا، وبإذن الله على هالخبرة اللي مرقنا فيها عم بيكون ممتاز بآخر كل سنة. نعم، بس في يعني بعض عم بيقول إنه الأعضاء مش بس بيستفيدوا، في مستفيدين على حساب هالأعضاء، خصوصا إنه أعمالكم كصناديق مجانية، مصاريفكم مضبوطة للآخر، مش هيك؟ صح. إيه؟
يعني انه لو ما هي تعاضد وحركه تعاضديه كان ما لها لزوم يعني بالنتيجه لانه في شركه تامين صح ولا صح لا. المبدا انه المنتسب الى صندوق التعاضد هو عضو مشترك وفاعل ويملك بهذا الصندوق نعم. علما انه بالجهه المقابله بشركه تامين المؤمن هو شخص نعم. شخص هو الزبون كليون، بينما المنتسب بصندوق التعاضد هو عضو نعم. فاعل ومشترك ويشترك بكل القرارات ويملك بالصندوق نعم. هيدا شغلة مهمة لازم نوضح عليها نضوي عليها. الشغلة الثانية ما في ولا إنسان من خارج المنتسبين يقدر يستفيد بموجب القانون وبموجب الممارسة يستفيد من الاشتراكات أو من مداخيل الصندوق إذا عنده مداخيل غير اشتراكاته. الاشتراكات وميزانية الصندوق ومال الصندوق يصرف على المنتسبين وعلى المستفيدين نعم. ما حدا خارج ممنوع وما فينا وما ما حدا عم يعملها. الشغلة الثانية كنت عم جالي بقولها انه في عندك صناديق عندهم ملاءه، في عندك صناديق بالإضافة للملاءة اللي عندهم إياها عندهم إعادة معيد تأمين، في عندك صناديق عم تحقق فائض ولو بسيط ولو خفيف، وفي عندك صناديق ما مش كل الصناديق عندها نفس التقديمات وعندها نفس الأسلوب الإداري ونفس الاستراتيجية. في عندك صناديق بتغطي كانت بس فرق وزارة الصحة أو فرق ضمان، في عندك صناديق بتغطي بس للفحوصات الخارجية. ما فينا نقول إنه كل الصناديق هي بنفس المستوى، بالإضافة إلى إنه جواب على سؤال اللي سألتيه قبل شوي إنه في صناديق مبدئياً عم تستفيد هي، للأسف في صناديق معمولة أو مؤسسة لغاية معينة، ولكن هالغاية المعينة أخدين التعاضد مثل ما صار بصناديق التعاضد الفنانين يعني في شركات لا تعاضد الفنانين هو تعاضد فناني، تعاضد هو مهني نعم مزبوط. في اتصال خلينا ناخده في شركات عندك بعد. في شركات نعم. عندها للأسف في شركات تأمين عملي مؤسسة أسستية صناديق هيدا مخالف صناديق. للقانون هلا مخالف للقانون هلا هو القضاء والقانون هو بيقرر هيدا الشيء نعم. وهيدا عم بيضر كمان بصناديق التعاضد يلي عم خلينا ناخد اتصال بعدنا الاتصال. مين معي؟ بونجور. بونجورين. أول شيء بدي أقول لك مبروك التكريم مدام نوال. إيه شكرا لك يعني. وبدي أسأل ضيوفك وخاصة الأبونا، أنا إنسانة توفى جوزي من 11 سنة وراح الضمان، لا فيي أعمل أسيرانس ولا فيي أعمل، ما عندي شيء يعني متكلي على ربي وماشية. هلا إذا بدي فوت بالصندوق التعاضدي اللي عم تحكوا عنه، كيف شو اللي لازم أعمله وقدي المبلغ يلي بدي أدفعه كل آخر شهر إذا بقدر؟ آه هيدا بدك تروحي لعندهم، بدك تحطي عمرك، بدك يعني في جدول يعني ما في جاوبك على الهوا هيك. على الهوا ما عندي ما عندي الأرقام وما عندي كل المعطيات. على كل الأحوال بنحط أرقامنا ويتصفلوا ايه. هلأ منحط الأرقام بعد شوي يعني إذا بدك نحط الهوا. أوكي اوكي ميرسي، اهلا وسهلا فيك. اليوم استاذ غسان، اذا اعضاء ما قدروا يدفعوا اشتراك، كنت مرقت هيدا سؤال، شو بيعملوا؟ يعني حضرتك رئيس اتحاد صناديق التعاضد، في صناديق قلب الاتحاد ما ماشيه، انت بتعرف واشرت لها، وين دورك بتصويب الفوز لما فيه خير الحركه التعاضديه وللمواطنين المنتسبين؟ يعني نحن نرجع ما بنقدر الا تعاوننا بالصناديق بين بعضنا بالاتحاد وبالتنسيق مع المديرية العامة للتعاونيات، ونوجه لها للست جلوريا بيزيد موجه لها تحية نعم. ومن دايما منقول إذا في من تعسر أو صعوبات أو كذا، نحن مستعدين نتعاون ونساعد، علما على أنه طرق النجاح بإدارة الصناديق بدها عدة عناصر. بدا اول شيء يكون العدد مقبول، يعني ما فيك 100 شخص سخن منهم 10 يقدروا هال100 شخص يدفعوا اشتراكات العشرة.
العدد بالتأمين له دوره الكبير وقت اللي بتكوني 1000 أو 2000 أو 5 والكل اللي عم بيدفعوا اشتراكاتهم تحمل كلفة الاستشفاء بتصفي معقولة، وهيدي الخبرة يعني أكدتها. هلأ عم نحكي دايما بالإدارة السليمة والمرتكزة على دراسات علمية، بدي اتود دكتوريا، ما بدي يمكن فوت بكتير تفاصيل علمية يلي بتودي لنجاح أعمال الصندوق أو عكسه. كيف بتقولي مثلا هيدا الشخص لازم يدفع $300 بالسنة مش 500 أو 100، لأنه هيدي الدراسة الاكتوارية المرتبطة بمعدلات الأعمار، تاخدي 100 شخص عمرهم 30-35 بتلاقي اخر السنة انه ما فات الا 5-6 منهم. تاخدي 100 شخص عمره 70-80 سنة باخر السنة بيسخن 35-40. فاذا هلأ شو عم نقول كلفة الناس؟ نحن بدنا نقول انه حسن الادارة يلي اكتسبناها، مستعدين نساعد اي صندوق مش معتمد هالاسس العلمية لتصويب مساره، وهي خبرتنا اللي حطينا بالتنسيق مع المديرية على أمل إنه ينعمل هاللجنة اللي كنا عم نطالب حتى فيها، بس نحافظ على الناس اللي صارت بدون تغطية. من كل حياتي أول شيء الانتساب لصندوق التعاضد هو قانوني ليبلش يختار يتغطى بالاستشفاء، لأنه صندوق التعاضد ممكن يقدم خدمات متعددة، وهالعقد اللي بينعمل مع المستشفيات ومع شركات الإدارة عمره سنة. مشان هيك النتيجة السيئة اللي ممكن تحصل بآخر السنة ممكن إنها تتصلح. طيب الظرف صعب أب جورج صقر، يعني مش هين نطبق القوانين فيه، في ظرف صعب نحن عايشينه، في وضع مالي، في انهيار، يعني صعب نطبق القوانين. لا مش صعب ابدا، مش صعب. لا 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 مش صعب، يلي عم يطبق القوانين خلال 30 سنة بيكمل بهلا بنفس الطريقة، يعني لا بده يخالف القانون اليوم اذا كان غيره عم بيخالف القانون. نحن ضد هذا الشيء، ونحن عم نقول لا، نحن اذا بدنا نخالف القانون معناتها مخالفة القانون عم ترتد سلبا على كل الناس. نحن انا بعتبر انه صناديق التعاضد، معظم صناديق التعاضد اليوم هي ماشي بعكس السير، هي عم بتطبق قوانين، واللي مش عم بيطبق قانون هيدي على مسؤوليته هو. ونحن كمان عم نطالب نقول له زيح من الدرب، خليك قاعد ببيتك، ما تسيق لنا. الشغله الثانيه، السؤال، الجواب على سؤال سالتيه انه اذا حدا ما قدر سدد اشتراكه شو بنعمل فيه؟ نحن بنفاوض معه، بنحكي معه، بنقسط له، بنطول بالنا شوي عليه، بنخصم له، منساعده. هيدا التعاضد، هيدا التعاضد. نعم. اليوم عم نسمع في قانون بمجلس النواب يحكي عن تغطية الشاملة لكل المواطنين، توحيد الصناديق الضامنة والهيئات الضامنة. انتو وينكم من هالموضوع؟ حكينا هلأ أساس انه بالإجمال الأنظمة الرعاية الصحية بالعالم تسلم إلى ما يسمى الضمان الاجتماعي. حتى ببعض البلدان الضمان الاجتماعي إلزامي، ومن مقدماته هيدي انه الامور الصحيه والاستشفائيه. عنا بلبنان تعدديه، يعني انا جبت لك معي الخريطه الصحيه بلبنان كيف مقسمه، وكيف المنتسبين يلي يعني اذا كان بده الواحد يعدد ما هي سانتا خلص تخطاها زمان، لانه هيدي من 5 سنين، هي ما عدت هلا الظرف تغير كله صح. لا بس بعد الجهات الضامنه هي ذاتها، يعني اليوم بعده مفيد انه يكون الملف الصحي اليوم بمكان واحد وبيسلي وحده. طيب اذا صار ما صار، مثلا لو كل الناس مضمونين، لو كل الناس مضمونين وين كانوا صاروا؟ لو كل الناس بتعاونية موظفين الدولة وين كانوا صاروا؟ مش مطلوب انه يتوحدوا كلهم بسلي وحدي، ولا بصندوق واحد، ولا بيضم تحت جهة على الهواء فيك تحت جهة وحدي. المطلوب انه فين يبقوا مثل ما هني، الضمان اجتماعي لحال، الصندوق التعاوني لموظفي الدولي لواحد، واللواء الطبي، او المهم انه تتوحد الحوكمة، تتوحد التعريفات،
تتوحد طريقة التغطيات، مش انه يتوحدوا كلهم، مش يتوحدوا كلهم، لانه ان لحقوا وتوحدوا كلهم بالضمان الاجتماعي، خبرة الضمان الاجتماعي فوتت الناس كلها بالحيط، تعاونية موظفين فوتنا الناس بالحيط. يعني الشغلة الثانية بالنسبة بالنسبة للتغطية الشاملة، هذا المشروع ما وصل بعد على مجلس النواب، ما عم بيقدر يخدع الكاميرا، فيك تخليها. نعم، وهيدا قلنا 40 سنة عم نطالب فيه، وقلنا 40 سنة عم نحكي عم نسمع عنه، انه البطاقة الصحية حكينا عن هذا، هو البطاقة الدوائية والتغطية الصحية الشاملة، هذا المشروع التغطية الشاملة هو يعني باختصار البطاقة الصحية. البطاقة الصحية من 40 سنة عم نحكي فيها، وعم نسمع انه في بطاقة صحية، وراح اول مشروع واجا وزير عامل مشروع، واجا وزير، نحن عم نقول لنا دور في هذا، وقلنا دور فعال بهذه البطاقة الصحية، وعندنا ملامح نحن ان كان على معدي الدراسة، وإن كان على العم يناقشوا هلا بمجلس النواب، يمكن ما بعرف إذا كملوا، قلنا نحن إنه نحن جهة فاعلة على الأرض كصناديق تعاضد، لا يمكن إنه أن يغيب أو يأخذ رأينا، علما إنه معتبرين إنه يأخذين بعين الاعتبار إنه في صناديق تعاضد عم بتأمن كذا عدد من المواطنين. صار في تواصل مع بعض النواب يلي عم يدرسوا باللجان قصة انه ان تكون جهة ضامنة وحدة تشمل كل مقدمي الخدمات يلي حكينا فيها، يعني عندك الضمان الاجتماعي بغطي 32% من الشعب اللبناني، تعاونية موظفي الدولة والهيئات العسكرية بتغطي 18% من الشعب اللبناني، صناديق التعاضد الصحية بتغطي 9% من الشعب اللبناني، شركات التأمين بتغطي 11%، وزارة الصحة كل من هو مواطن غير مشمول بأي نوع من هالتغطية بيطلعوا 29% من الشعب اللبناني، يلي قلنا واقترحنا أنه نعمل بطاقة صحية من ضمن قدرات المالية تبع موازنة وزارة الصحة، لما يعود في أي مواطن بلبنان ما عنده تغطية. وهيدا هو الدور يلي الأوطان بتحلم إنه تكرم مواطنينا وتحترمون ويكون عندهم هالتغطية الصحية. نعم. وهيدي يلي كل المسؤولين يلي بقولوا برافو عليكم بدراساتكم بدوركم بشغلكم، بس بنرجع للسؤال الأساسي، سلطتنا قدرات دولتنا المالية، لأنه كل كلفة استشفائية وإلى سعرها، واللي سبقونا وعطيونا خبراتهم ما في إذا توفرت الإرادة والمسؤولين اللي من قلبهم يشتغلوا لصالح المواطنين إنه نحسن هالوضع بوطننا ونعمل بالحقيقة كنا منارة بالصحة، كنا كينيا مكان بقديم الزمان، إنه ما بتنقصنا المعرفة. نحن ست نوال بهذا الموضوع، نحن بصندوقنا التعاضد الاجتماعي الصحي، او اذا بدك التعاضد الصحي الاجتماعي، اذا بدي على الدارج الماروني، عرفتوا على الصندوق، عملنا اكثر من ندوه حول التغطية التكاملية، تكاملية بين صناديق التعاضد ووزارة الصحة، لانه وزارة الصحة مش مفروض ولا لازم تكون هي اذا بدك شركة تأمين او تغطي، وهي منظمة، هي دورة التنظيم، دورة المراقبة، دورة جينا عم نقول نحن التتمة او تعقيبا على اللي عم بيقول الاستاذ غسان، في نحن عملنا اكثر من ندوة، وكان شارك فيها وزراء، شارك فيها نواب، شارك فيها اخصائيين، حول الدور التعاضدي يلي هو مكمل لوزارة الصحة او ومكمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عم يسألوا الناس اذا بيدفعوا دولار ولا لبناني، قلنا ببداية الحلقة انه كلهم دولار، يعني بالمستشفيات بياخذوا دولار، المستلزمات الصحية دولار، الاطباء صاروا بياخذوا دولار، مش لانه نحن بدنا، لانه نحن المستشفيات هيك عم تطلب. نعم، وما بدنا بقى نشتغل صرافين، يعني هلا كل لبناني صار صراف، بكفينا نشتغل صرافين. نحن بيني وبيني كمان، بس هيدي ملاحظة، حتى اللي مش قادر يدفع اشتراكه بالدولار، عملنا ترتيبات مع شركات الإدارة الطبية والمستشفيات
يدفعوا على أساس الدولار 15,000 وتكون تغطيتهم 100% على سعر 15,000. ديش عدد اليوم المضمونين بصناديق التعاضد أو يعني مشتركين بصناديقها؟ 340 بين 340 و350 ألف مواطن. يعني عدد غير قليل. وهلأ من نتيجة الأزمة اللي صارت المالية زادت الدائن، ونحن زادت الاشتراكات. نحن بنتمنى لأنه هالصناديق لا تبغي الربح من كل بد، ونحن يعني كل دراساتنا يلي منحطها بين إيدين المسؤولين، حتى لو صار في ضمان اجتماعي لكل اللبنانيين مثل ما كان عم يشرح بير جورج، حتى بفرنسا في 50 مليون فرنسي منتسب إلى صناديق تعاضد ليحصلوا على ما يسمى بالكوفرتور كومبليمونتير، لأنه الضمان الاجتماعي ما بغطي كل شيء، بيجي صناديق التعاضد بتغطي ما بغطي الضمان لقاء اشتراك زهيد، والمواطن بيحمل بطاقة الضمان الاجتماعي وبطاقة التعاضد بفوت على أي مستشفى بيعمل الحاجة اللي بده إياها، بيقدر ما بيدفع ولا قرش. هلأ بلبنان الوضع مختلف، ما عم بيغطوا شيء على الشاب المية، وبيبقى على الصناديق التعاضد وشركات التأمين خصوصا للمضمونين انه بتغطي 90%. انا بدي اشكركم، عندكم كلمة اخيرة لان انتهى الوقت. انا حبيت بهاللقاء ضوي على صناديق التعاضد، على الحركة التعاضدية بزمن ما احوجنا الى هالحركة لحتى نقدر من جديد نوقف على اجرينا وننقذ بلدنا، بس بدنا نتطبق نضلنا صحتنا منيحة وندخل على المستشفيات يعني. بكل بكل امان بقدر اقول وبكل جد يعني نحن ما في أسهل اللي عم نواجهه من صعوبات إنه الواحد ينرفز أو ينقهر أو ييأس، كله هيدا ما بحل. بحل بدنا نتطبب لنضلنا واقفين على عجلينا ونعيش بكرامتنا. أمل ورجاء بأنه يتحسن الوضع السياسي بلبنان حتى تستعيد. شو بدنا نعمل؟ لأنه في ترابط، بس نحن عنا الإصرار والنية الطيبة حتى هالدور اللي عم نقوم فيه بإذن الله نستمر فيه ونكون شمعة صغيرة بعتمة هالصعوبات المشئة فيها. شو أب جورج؟ الحقيقة أنا بهالمناسبة بتمنى أنه كل الأفرقاء أو المهتمين بالوضع الصحي وبالملف الصحي نتفي هيك يشوفوا ويقدروا الواقع ويقدروا شو عم بيصير ويحتكموا لضميرهم ويحتكموا لجرح الناس ووجع الناس، يشوفوا قدروا وجع الناس ونتفي هيك كمان نتعاون. شكرا. كلنا مع بعض. شكرا لكم. نقطع هالمرحلة الصح. شكرا لك رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحي بلبنان غسان ضو، رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الصحي الاجتماعي الأب جورج صائر، لكل الأصدقاء المشاهدين والمستمعين، إلى لقاء مع حلقة جديدة دايما عبر صوت لبنان. شكرا لك. شكرا لك.